السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. قبل كل شيء نطلب منكم طلب، هو أنكم تدعوا العم واحد المشتركة عندي، أم وائل. هي من يعني من أطيب وأحب المشتركات إلى قلبي. لماذا؟ لأنها يعني منذ اللي بديت ندرس ما وخرتش عليا، حتى في الظروف الصعبه، حتى وين ما كانت يعني ما كانش كاين كي نقول لكم مشاهدات، ما كانتش هي كانت دائما واقفه معايا ودائما تساندني ودائما تدعمني. نقولها ان شاء الله يشافي لك العم تاعك اللي هو قالت لك في مثابه الاب تاعها لانها تربات عنده. الله يشافيه ويعافيه يا ربي، يسمعكم سمع الخير علي اختي ام وائل. دونك اليوم ان شاء الله رايحه ندير لكم مراجعه على المقطع الاول، لا سيكونس اون، ونعاود نروحو لا سيكونس 2، ومن بعد ندخلو في المشروع الثاني بروجي 2، نشوفو البروجي 1 نكملوه ومن بعد نمرو للبروجي 2. دونك اول درس في الفوكابولير كان هو لي زادجيكتيف كاردينو، لي زادجيكتيف، عفوا لي زادجيكتيف زادجيكتيف كاردينو. نقولوا دي زادجيكتيف كاردينو و ان ادجيكتيف واحد كيكون ان سول ادجيكتيف نقولوا كاردينال، كاردينال الال تولي او. دونك لي زادجيكتيف كاردينو شكون هما لي زادجيكتيف كاردينو؟ شفناهم ما هي الا مراجعه. لي زادجيكتيف كاردينو ما هما الا الاعداد 1 2 0، نبداو بالزيرو بيان سور، 0 1 2 3 4 5 حتى يعني لانفيني، هادو كاع سي دي زادجيكتيف كاردينو. الوغ هما اعداد لا تتغير، سو سون دي 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 مو يعني كلمات ما تتغيرش. دونك نقبل نعطيكم امثله. الوغ لي زادجيكتيف كاردينو شكون هما؟ عندنا مثلا ان قارن باش يكتب، بورتون درت ال 1 2 هذا هادو كاع سي دي زادجيكتيف 3، سو سون دي زادجيكتيف كاردينو داكور. اما لا هادو كاع ما يتغيروش، سو سون دي نومبر كي نو شونج با، اعداد لا تتغير، تقعد غير هي هي ما عدا الا صف. شكون يتغيروا؟ عندنا ان يتغير بور لو ماسكولان، للمذكر بور لو ماسكولان نقولوا ان، مثلا نقولوا ان دينار، و اون بور لو فيمينان للمؤنث. سي بون، هذا اول عدد لادجيكتيف كاردينال اللي يتغير هو ان، الان بور لو ماسكولان اون بور لو فيمينان. عندنا من بعد 20، العدد 20 لازم نعرفوا نكتبوه 20 اللي هو 20. وقتاش نكتبوا 20 افيك اس؟ مين يكون باغ اكزومبل نقولوا 80، هذه 80 ولا 180 ولا كي نكتبها نكتب 80، ولكن 20 ندير اس، ندير اس. علاش؟ عندي ربعة تاع العشرينات، انا ندير تيغي. اذا هنا 80، هنا ندير اس. علاش؟ خاطر عندي ربعة تاع العشرينات 80، 180، 280. دايما كي تكون ال 20 الاخيره ندير اس، مين تكون اخيره؟ مثلا لو كان نقول 81، كنقول 81 81 هنا لا اي 81 هنا ما كانش اس، هنا ما كانش اس. علاش؟ باسكو ال 20 راها في الوسط ما راهاش في الاخير، اذا كي تكون ال 20 في الاخير ندير اس. خلاص، هذه معلومه يعني على لي زادجيكتيف كاردينو. عندنا قلنا الان يتبدل، ال 20 يتبدل، وكاين ان اوتر ادجيكتيف اللي يتبدل اللي هو 100. كذلك 100 هو 100،
وقتاش نكتبوا الصون هنا كتبتها بلا باسكو كاين صون وحده، ولكن باغ اكزومبل كنقول 500 نقول 500 هنا ندير اس، علاش؟ لخاطرها في التالي صون راها في الاخير، ولكن لو كنقول 501 مثلا 500 وبلا هنا الاس ما كانش 501، علاش؟ باسكو الصون راها في الوسط. خلاص نضل ان شاء الله تكونوا فهمتوا. اذا قلنا شكون يتبدلوا اللي يتغيروا من لي زادجيكتيف كاردينو، عندنا ثلاثه كاين ثاني مليون، بصح مليون شويه صعيبه، مليون من تكون من تكون على شكل اسم تتبدل، خلونا من مليون باسكو ماهوش مستواكم. دونك عندنا الان يتبدل، عندنا الفان يتبدل يتغير، وعندنا الصون اللي يتغير. دونك هادو اللي يتغيروا، ان تولي اون والفان تدي اس والصوت تدي اس ما تكون في اخر العدد، هذا ما كان سي بون. هذا بالنسبه لي زادجيكتيف كاردينو. خلاص لي زادجيكتيف كاردينو ان شاء الله تكونوا استوعبتوهم. روحوا للدرس الثاني اللي هو انا راني نتبع يعني في الـ في الـ في الـ في المانيوال حرف بحرف. اذا نشوفوا من بعد عندنا لو سوجي اي لا لو فيرب. Le sujet et le verbe. Maintenant, après, comme papa lit le journal. Papa lit le journal. Et donc, le mot de la grammaire, je fais le sujet ou le verbe. Yani, elle fait. الفاعل والفعل، حنا فرنسيا نبداو بالفاعل ما نبداوش بالفعل. اذا عندي هنا بابا لي لو جورنال، جو بوز لا كيستيون كي من كي لي لو جورنال، كي لي لو جورنال، من يقرا الجريده، كي من هو بابا. اذا بابا هو لو سوجي، لو سوجي الفاعل. دونك دائما الفاعل هو اللي يقوم بالحدث، هو اللي يقوم بالحركه، هو اللي يقوم بالفعل. توجور توجور يجي حنا عندنا في الفرنسيه نبداو به دائما الفاعل نبداو به، ولكن الفاعل قادر يكون عنده شحال من تيب، يقدر يكون كات فيغور. الو نعطيكم الو نقول مثلا قلنا الاولى بابا لي لو جورنال، بابا ما نعرفوش شكون، دونك هنا سي تان نو كومان. اي لي لو جورنال صحيح، دونك اي هنا سي تان برونون بيرسونيل. جو بو دير محمد لي لو جورنال، محمد لي لو جورنال. دونك هنا محمد سي تان نو بروبر، سي تان نون بروبر درناهم في السنه الرابعه. اذا يقدر يكون لو بير، هنا نقدر او ليو دو دير بابا جو دي لو بير، ها ولا لو ماتر نبدلها لو ماتر لي لو جورنال. اذا لو ماتر هنا راه ان نون كومون، دونك لو سوجي قادر يكون ان نون كومون، يقدر يكون ان برونون بيرسونيل، يقدر يكون ان نون بروبر، ويقدر يكون نقولوا لو غران ماتر، ها لو فيو ماتر، لو فيو نقدر نكتبها لكم هنا لو فيو ماتر، ماتر لي لو جورنال صحيح. دونك وراه لو سوجي هنا لو فيو ماتر، نحاول باش تشوفوها فوالا لو فيو ماتر لي لو جورنال. دونك هنا لو فيو ماتر عندنا ان ديتيرمينون بلوس ان ادجيكتيف بلوس ان نو كومان، دونك ثاني يقدر يكون ان سوجي. دونك لو سوجي يتبدل، يقدر يكون غير ان نو كومان لو ماتر، يقدر يكون ان برونون بيرسونيل، يقدر يكون ان نو بروب، ولا يقدر يكون ان ديتيرمينون بلوس ادجيكتيف بلوس نو. هذا بالنسبه لو سوجي. نروحوا لو فير، الفعل، الفعل، فير
مش بالدروس تاع الكتاب راني قاديتهمكم، راكم تلقاوهم في بلاي ليست. ما نكذبش عليكم، انا ما رايحه ما نعاودش نكرر اشياء درتها غير على جال المشاهدات. سمحوا لي الا كان غير باش ندي المشاهدات نعاود ندير حاجه نكررها ما نديرهاش. نديكم حاجه اللي ما درناهاش العام اللي فات كما هذه المراجعه ما درتها لكمش نعاودها نديرها لكم. اذا لو فير نقولوا توجور بابا بابا لي لو جورنال. بابا لي لو جورنال. اليوم مانيش عارفه علاش راه عندي اشكال مع اذا هنا بابا لي لو جورنال. نحوس نبحث على لو فير. بابا سيعرف ناس سي لو سوجي. جو دي كو في بابا، ماذا يفعل بابا، ماذا يفعل ابي؟ كو في بابا، كو في بابا، ماذا يفعل ابي؟ كو في بابا، بابا شي يدير لي لو جورنال. لي سي لو فيرب، هو الفعل. لازم نسال السؤال التالي، ماذا يفعل، ماذا يفعل؟ كو في بابا، بابا لي. لي سي لو فيرب، الفعل، الفعل حركه. ودائما دائما من المفروض الفعل يجي مور وراء الفاعل. دونك هنا لو سوجي ويجي من بعده لو فيرب، دائما يجي من بعده لو فيرب الا في بعض الحالات. دونك بابا لي لو جورنال، لي سي تا فيرب، سي تا فيرب. ولو فيرب يتبع دائما لو سوجي. مثلا قلت بابا لي لو جورنال، بصح كي نقول لي زونفون باغ اكزومبل جو يتبدل، نشوفوا لا تيرمينيزون تتبدل في الفعل من على حساب لو سوجي. دونك هذا بالنسبه للفعل لو فيرب. عطاكم كذلك عطاكم لو كومبليمون دوبجي ديريكت. لو كومبليمون هنا راه ساهله باينه. دونك بابا لي جو بوز ا كيستيون، بابا لي لو جورنال، نخلي هذه سيعرفنا الفعل وين راح. نروحو لو كومبليمون دوبجي ديريكت. شنو هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت؟ بالعربيه هو المفعول به، هو المفعول به، والمفعول به كيتصل بالفعل يتصل مباشره. دونك جو دي بابا لي، جو بوز ا كيستيون، بابا بابا لي كوا، لي كوا، ماذا كوا؟ يا اما كوا يا اما كي، صحيح؟ دونك اما كي ولا كوا. دونك كي بوزو هاد لا كيستيون لي لو جورنال. لو جورنال سي لو كومبليمون دوبجي ديريكت، راه مرتبط مباشره بالفعل. ما كان لا ا لا او لا دو لا بور لا سون. دونك هذا هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت، مرتبط مباشره. عفوا. دونك هنايا الكومبليمون دوبجي ديريكت هم بالعربيه تقولوا له المفعول به، اكلت تفاحه، ما كان لا على لا الى لا والو، هذاك اسم مجرور. دونك هنا سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت. سي بون نكملوا. اذا نمروا لا فورم برونومينال. لا فورم برونومينال هي الافعال، يعني الافعال اللي تحتاج الى ضميرين، دو برونون، دو برونون. نعطيكم امثله. الوغ اكزومبل لو فيرب سابولي، ولا قبل سابولي نعطيكم فيرب اسهل، سو روبوزي. باغ اكزومبل سو روبوزي، سو روبوزي. كاين باغ اكزومبل بوزي، شوفوا هذا الفيرب، هذا محتاج الى برونون واحد اخر، بصح هذا فيه سو. دونك قاع لي تشوفي فيهم سو نسموهم دي فيرب برونومينو، برونومينو. الوغ كيفاش نستعمل هاد لي برونون الزوجين؟ الوغ بالنسبه للجو نستعمل، عندنا عفوا نفضل نكتب منها بالازرق، جو، جو ندير تو، إيل، إل، نو، فو، إيل افيك إس، إل افيك إس. الوغ بالنسبة لجو شنو القانون اللي استعملناه؟ هو مو، مو ولا ان. وقتاش ندير ان؟
مين يكون الفعل يبدأ بإن فويل ولا أش؟ ت كيف كيف ت س س نو ما يتبدلش نو فو فو و إيل و إل س ولا إس أبوستروف دونك هذا بالنسبة لي برونون اللي نستعملوهم في لا فورم برونومينال نعطيكم مثال نعطيكم جوج أمثلة هي إلا مراجعة درتوها راني راجع معاكم فقط هذه مراجعة مجرد مراجعة ديروا فروض ولا تكونوا محضرين أنفسكم ألوغ مثلا لو فيرب سو روبوزي نعاودوه ألوغ نقول جو تو إيل إيل سون إس إل عندنا نو عندنا فو عندنا إيل أفيك إس إل أفيك إس ألوغ شنو نكتب نكتب هنا je me tu te il ou elle se nous nous vous vous il ou elle se et on écrit le verbe maintenant je vais lire donner les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif l'amnifet alors je me repose tu te reposes es il ou elle se repose nous nous reposons, reposons, O-N-S. Vous vous reposez, E-Z. Il, elle se repose, E-N-T. Donc, Heda, Bnesba, le verbe se reposer. Donc, je me, tu te, il ou elle se. Nous, nous, vous, vous, il ou elle se. Bnesba, l'afal, il double, le voyel, ou la H. هنا تتبدل خلو توجو نقلو ريبوز ونديرو مثلا الفيرب سابيلي الو اسكو نقدر نقول جو مو ابل ريغاردي لا دو بي هنايا الو جو مو ابل لا ما نقدرش ندير جو مو ابل ندير جو مابيل تو Tu te appelles ou là tu t'appelles? Négla, on dit. Il s'appelle. Ça y est, nous nous appelons. Attention ici. Nous nous appelons, dit un seul L. Vous vous appelez un seul L. On dit s'appelle, t'as de ton dos, ou dit deux L. C'est bon? دونك هادي علاش هذاك الام باسكو الفعل هنا لو فيرب يبدا ب فوايل لي فوايل عندنا ا اي او اي او وعندنا الاي غريك وعندنا الاش كي تشوفوا فعل يبدا بهاد الحروف ديروا قلعوا قلعوا هنايا الاو وديروا لا بوستروف هذا بالنسبه لا كونجوغيزون نمروا درك لورتوغراف دونك لورتوغراف عطاوكم لو فيمينا او او ما اسهل ما يكون درنا تالي في السنه الرابعه كاين اشياء درناهم العام اللي فات درناهم حتى السنه الثالثه الا كان الاستاذ يعني بتمكن قادر يدير هاد لي بوين دو لونغ من السنه الثالثه دونك عطاونا مثلا ان فوازان كي نبداو في الفيمينا شنقول اون اسهل ما يكون اون فوازين اون فوا une chaîne zid le ça y est un client une cliente une cliente cliente voilà كاين واحد الاسماء اللي اسمهم ابيسال un vétérinaire un vétérinaire نير شوفوا هنا باش يكمل يكمل بالأ يا هل ترى نزيد حاجة ما نزيد والو تقعد اون فيتيرينير ان جندارم اون جندارم اون فيتيرينير ما تتبدلش هالا دونك ان فيتيرينير اون فيتيرينير ما يتبدلوش هذا بالنسبة ومن بعد عندكم لي زاكسون عندكم l'accent aigu, l'accent grave ou l'accent circonflexe.
Now on a fait comme accent aigu. Je vous ai un qui m'a élève. Et lève. Je vous ai l'accent qui vient. Elle est ce mot aigu. Ça y est? Ou elle est ce mot grave. Voilà, ce mot grave qui est connard. Grave qui est connard, aigu. Tfakrou l'hwajib. L'hajib ta liyamin, c'est aigu. Ou l'hajib ta liyasa, grave. Ou elle est comme circonflexe. Circonflexe. Li houa chapeau. Chapeau, y a mis dig. Il est ça comme le zouj. Aigu, mais grave. Aigu, grave. Donc, hadouma, les accents. Les accents de ce qu'on a fait en français. Inch'Allah, qu'on vous fite, يعني راجعتكم بالنسبه للوضعيه الادماجيه رانا درنا الوضعيه الادماجيه راها كاينه زعما بال 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 بالعشرات انا عدلتهم لكم ولا بغيتو نعاود ندير لكم ثاني كذلك مراجعه على الوضعيه الادماجيه كتبوا لي في التعليق وما تنساوش للدعاء لاختنا وحبيبتنا ام وائل من فضلكم ربي يخليكم الله يجازيكم خير دعوا لها الدعاء العم تاعها اللي هو قلت لكم راه في مثابه الاب تاعها اللهم اشفيه يا رب اللهم اشفيه يا رب اللهم اشفيه يا رب ونتلاقوا ان شاء الله يمكن اليوم يمكن غدا في الحصه الثانيه اللي نروحوا للمقطع الثاني نراجعوه مع بعض ونفوتوا للمشروع الثاني تهلاو في روحكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.